اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تفعيل الحمايات الأساسية على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على أمن الحساب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حماية سجل الدخول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الحماية الأساسية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التعطيل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل الحمايات الأساسية. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة.